مشاهدينا الكرام، بنرحب بحضراتكم من جديد. دلوقتي ميعادنا مع فقرتنا الدينيه الاسبوعيه، وزي ما قلنا لحضراتكم في بدايه حلقتنا النهارده هنتكلم عن فضل شهر رجب اللي هيبتدي بكره ان شاء الله الموافق 13 يناير 2024. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا الى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا ارحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، امين يا رب العالمين. شهور عظيمه عظيمه عظيمه، شهر رجب يعني من الشهور اللي مليانه فضل كبير جدا. شهر رجب الرجوب من التعظيم زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه، وليه الحقيقه يعني اسماء كتيره جدا، الاصب والاصم، هنعرف كل التفاصيل دي، خاصه وان شهر رجب من الاشهر الحرم ايضا. هنعرف ايه اللي المفروض نعمله في هذا الشهر الكريم من اعمال، ايه هو المستحب فيه علشان ننهل من بركات هذه الايام المباركه. كل ده هنعرفه من خلال ضيفنا اللي منورنا في استوديو صباح البلد، فضيله الشيخ احمد المشد، عضو المركز العالمي للفتوى الالكترونيه. صباح الفل على حضرتك فضيله الشيخ، وكل عام وكل لحظه حضرتك طيب وبالف خير. كل عام وحضرتك بخير، والساده المشاهدين جميعا بالف خير وسلام يا رب العالمين. يا رب ان شاء الله. فضيله الشيخ، يعني شهر عظيم وكلنا بنستعد ليه، واحنا بتفصلنا يعني اقل من 24 ساعه على بدايته، من المغرب النهارده ان شاء الله تبتدي اول ليله من ليالي شهر رجب. بس احنا حبينا كده نشارك الجمهور معانا في، والساده المواطنين معانا في الشارع كده، ونزلنا عشان نسالهم عن فضل شهر رجب، ويا ترى ليه اتسمى باسم الاصم والاصب. خلينا نشوف اجاباتهم ونرجع مع فضيلة الشيخ مرة ثانية. ليه شهر الرجب سمي بالشهر الأصم الأصب، وإيه هو فضل شهر الرجب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سمي بالأصم لعدم سماع قوقعات السلاح فيه، أما بالنسبة للأصب لأن ربنا كان بيصب فيه الرحمة. فضل شهر رجب ان هو شهر من الاشهر الثلاثة الحرم اللي بتسبق شهر رمضان. رجب كله خير، عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام سماه الاصم الاصم. وبعدين هو رجب المحرم لوحده، مش شهور المحرمة، ده رجب لوحده، انما في ثلاث شهور ورا بعض. فضل شهر رجب طبعا ان هو من الاشهر الحرم اللي ربنا سبحانه وتعالى حرم فيه القتال، لانه شهر كله خير وتمام يعني، لان اتمنع فيه صوت الرصاص والقتال، وبيضاعف فيه بقى الخيرات والرزق والكلام دوت، يعني تحفزا لشهر شعبان ورمضان. شهر رجب سمي بالاصم لانه منع في القتال. فضل شهر رجب ان الله يصب على العباد الرزق صبا، وسمي بالاصم لانه منع فيه صوت الرصاص والقتال، علشان شهر مفترج وكل حاجه بتيجي فيه حلوه. سمي بالاصم الاصم عشان اتمنع فيه القتال، وفضل شهر رجب عشان بتضاعف في كل حاجه، سواء بقى الخير او الشر الكلام ده كله. الشعب المصري على فكره مثقف جدا دينيا ومعلوماته هايله جدا، اجابات نموذجيه. كنت لسه وانا بتفرج مع حضراتكم كده فضيله الشيخ احمد المشد، عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه اللي منورنا النهارده، بيقول لي اجابات نموذجيه جدا. صحيح. يعني ما شاء الله الشعب المصري اجاباته هايله، وحتى يعني بالفطره كده قال لك الشهر كله خير وبركه وتمام. هو شهر تمام. طيب فضيله الشيخ، خلينا نعرف مع حضرتك يعني شهر رجب، لماذا شهر رجب ليه افضليه عن باقي الشهور الاخرى، وليه يعني من المستحب ان احنا نكثر فيه من الاعمال الصالحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. هو زي ما حضرتك تفضلتي، شهر رجب ده من الاشهر الحرم اللي ربنا سبحانه وتعالى ميزها عن باقي الشهور. يعني احنا عندنا كده نلاقي فيه كده كل حاجه، أو كل صنف من الصنوف أو كل جنس من الأجناس فيه كده حاجة مميزة. يعني من الناس مثلا نلاقي ربنا سبحانه وتعالى اصطفى منهم ناس، بعض الناس وجعلهم أنبياء، ومن الأنبياء نفسهم ربنا سبحانه وتعالى اصطفى منهم خاتم الأنبياء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا من الليالي والأيام نلاقي ربنا سبحانه وتعالى اصطفى ليلة منهم كده وجعلها ليلة القدر. نلاقي الأماكن
الأماكن كتيرة، ربنا سبحانه وتعالى اصطفى بعض الأماكن وميزها، فجعل مثلا البيت الحرام ميزه واصطفاه على سائر الأماكن. حتى بقى نيجي من الشهور نلاقي ربنا سبحانه وتعالى اصطفى بعض الشهور وسماها الأشهر الحرم. اللي هي إيه بقى الأشهر الحرم؟ زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح، وزي ما القرآن الكريم وضح، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الأربع أشهر الحرم اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنهم في القرآن الكريم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضحهم وفصلهم عليه الصلاة والسلام، ووضح لي أن هم فيه ثلاثة متواليات وواحد فرد. الثلاثة المتواليات اللي هم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والفرد اللي هو شهر رجب، حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ورجب مضر الفرد. بمعنى إيه بقى فضل الشيخ؟ هقول لحضرتك، يعني هو بيقولوا كده بيحكوا في التاريخ إن هم كان فيه بعض الناس كالعادة، يعني في بعض الناس بتحب تحتال. تحتال بمعنى ايه؟ ان في حاجات لها مواقيت معينه، ربنا سبحانه وتعالى حدد الاشهر دي اللي هي الاشهر الحرم ديت، زي ما الساده المشاهدين او الساده الضيوف اللي كانوا موجودين في الشارع قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى حرم فيها القتال، حرم فيها القتال لدرجه ان هم يقولوا ان الرجل كان يلقى قاتل ابيه فلا يمد يده اليه. يعني للدرجة دي كان شهر معظم عندهم، محرم فيه القتال، عشان كده شهر رجب الأصم لا يسمع فيه صوت لسلاح، فهو شهر أصم. يا رب إن شاء الله تكون كده بداية أمين. خير وأهلينا في قطاع غزة يا رب ما يسمعوش أي صوت لسلاح، وتكون يعني بداية شهر رجب هي يعني نهاية للحرب في قطاع غزة. اللهم أمين يا رب العالمين. والأصب بقى ليه؟ الأصب ربنا سبحانه وتعالى يصب فيه الخير صبا على عباده. فكان اللي بيحصل بقى التاريخ يقول لنا إن كان فيه بعض الناس مصالحهم تتعارض في بعض الأحيان مع مسألة الأشهر الحرم، عاوزين يستمروا في القتال في الأشهر الحرم علشان مثلا لهم مصلحة معينة في استمرار القتال، فكانوا ييجوا كده بمزاجهم ويعملوا حاجة اسمها النسيئة، أي التأخير، يأخروا الأشهر الحرم عن مواعيدها على حسب ما تقتضيه المصلحة عندهم في استمرار القتال. فيقول ربنا سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يبقى كده المسألة كده مسألة مهمة ومسألة كبيرة، تعظيم الأشهر الحرم ربنا سبحانه وتعالى طالما حرم شيء، وربنا يقول لنا كده فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طب يعني هو ظلم النفس في غير الأشهر الحرم مباح؟ يعني طالما الأشهر الحرم ربنا سبحانه وتعالى حرم فيها الأمور دي، الأمور المحرمة والأمور المغلظة دي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أباحها في غيرها؟ يعني لما ربنا يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني نظلم أنفسنا في غير هذه الأشهر عادي؟ أبدا طبعا. ولكن العلماء يقولون إن غلظة أو يعني تغليظ التحريم جاء بأكثر من وجه. لما ربنا سبحانه وتعالى يحرم شيء بالنهي عنه يبقى ده تحريم بوجه، ولما يجي يشد التحريم هذا الشيء بارتكابه في زمن معين يبقى ده تحريم بوجه آخر، يعني تغليظ في التحريم. صحيح. يبقى الإنسان محرم عليه ظلم نفسه في أي وقت من الأوقات، ظلم نفسه بمعصية، ظلم نفسه بارتكاب ما يغضب الله سبحانه وتعالى. إذن هو شهر نعلم فيه التوبة عن معاصي كتير، بداية بداية جديدة. إن ده ربنا سبحانه وتعالى بيدي فرصة للإنسان في الأشهر الحرم إن هو يتوقف مع نفسه، إن إحنا ده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إذا كنت بتعمل ده فحرمته في اللي جاي أشد، حرمته في اللي جاي أغلظ. توقف مع نفسك وانتبه لحالك مع الله سبحانه وتعالى، واعرف ان انت لو بتعمل المعصية دي وعليها عقوبة معينة من الله سبحانه وتعالى فعقوبتها في الأيام دي أشد وأغلظ. فيجي الإنسان يتوقف مع نفسه وينتبه ويبدأ
في الأشهر الحرم تكون فرصة ليه إن هو تكون بداية جديدة يقلع فيها عن العادات السيئة اللي ربما يرتكب فيها منهيات تغضب الله سبحانه وتعالى. طب فضلت الشيخ إيه تاني من الأعمال الصالحة إن إحنا يعني نسعى فيها ونجتهد بشكل كبير بحيث إن إحنا يعني نستثمر هذا الشهر المبارك؟ نعم. سواء بقى صيام أو أي من الأعمال الصالحة حضرتك هتقول لنا عليها دلوقتي. خلينا نقول إن شهر رجب يعتبر مقدمة وتمهيد لما سيليه من موسم الخيرات وموسم البركات. صحيح. شهر رجب فيه يعني حدث الإسراء والمعراج لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر رجب يليه شهر شعبان اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصه بصيام، ما رأوه صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام كما كان يكثر في شعبان صلى الله عليه وسلم. يلي شهر شعبان شهر رمضان الذي فرض الله علينا صيام نهاره، ويعني وجعل قيام ليله تطوعا جعله أمرا مستحبا وتلاوة القرآن، فهو يعني يعتبر شهر رجب مفتاح الموسم اللي يعني أجره عند الله سبحانه وتعالى كبير. فيجب أن احنا ننتبه لهذا الملمح. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس وينصح بعض أصحابه ويقول صم من الحرم وأفطر. فأشهر الحرم طالما أن هي أيام لها مزية في اجتناب المحرمات، إذن أيضا هي لها مزية في إتيان الطاعات. صحيح. طالما أن الإنسان لو ارتكب معصية تكون العقوبة فيها عقوبة مغلظة، إذن لو الإنسان بمحض كرم الله سبحانه وتعالى أتى فيه عمل من الأعمال الصالحة وطاعة من الطاعات يكون أجرها مضاعف. نفحة كده من نفحات الربانية. أيوة، ما هو كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، عطاءات الله سبحانه وتعالى، تجليات كرم الله سبحانه وتعالى ورحمات الله وفضل الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الأيام المباركة. فيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. يبقى نقبل على الله سبحانه وتعالى في هذا الموسم بمزيد من الطاعات. إذا ما كناش محافظين على الصلوات في مواعيدها وفي أوقاتها نلتزم، نحاول إن احنا نلتزم بأداء الصلوات في مواعيدها. إذا ما كناش حريصين وملتزمين بالسنن قوي يبقى نلتزم ونحاول إن احنا نؤدي السنن الراتبة. إذا ما كانش لنا مع الله سبحانه وتعالى أوقات للخلوات فيجب إن احنا نخصص لنا مع الله سبحانه وتعالى أوقات دقائق في جوف الليل نخلو فيها إلى الله سبحانه وتعالى، نطلب من الله سبحانه وتعالى فيها الحاجات، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنا السيئات، نخلو إلى الله سبحانه وتعالى ونفضفض مع ربنا سبحانه وتعالى بما يجيش في الصدق. صدقات وأعمال، كل أعمال الخير، صدقات، أعمال خير، صيام. يبقى يعني حتى كده العلماء كده يقولوا بنهيئ نفسيا لشهر شعبان ورمضان. هو يقولوا كده إن شهر رمضان ده، إن شهر رجب ده موسم الغرس، يعني لو هنشبهها بعملية الزراعة هو موسم الغرس. ولما الفلاح مثلا كده يغرس الغرس بتاعه بيتعاهدوا بالسقيا والزرع، بالسقيا والرعاية. فيقولوا كده إن رجب شهر الغرس وشعبان شهر السقيا، ويجي بقى وقت الحصاد في شهر رمضان ويكون هو تتويج هذه الأعمال بنزول الرحمات والمغفرة والعتق من النار من رب العالمين سبحانه وتعالى. ففرصة طبعا يجب علينا إن احنا ما نفوتهاش على أنفسنا، لأن مش عارفين هنجدها تاني إمتى، احنا مش عارفين. وعلشان كده دايما بندعي فضلت الشيخ يعني لما بيهل علينا هلال شهر رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، لان يعني يعني يا رب ان شاء الله نكون كده من يعني ان شاء الله ممن يعني يصلوا الى شهر رمضان ومتقبل فيهم الاعمال، ويعيننا كده ان شاء الله على الذكر والصيام والقيام يعني. اللهم امين يا رب العالمين. هو الفكره كده، اللهم بارك لنا في رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. بيدعم بالبركة في رجب وشعبان ليه؟ لأن لو جه رمضان والعياذ بالله من غير ما نكون مستعدين ليه بالعمل الصالح في رجب وفي شعبان، ربما ما نكونش على الوجه الأتم من التهيئة، فيبقى عندنا نوع من التفريط ونوع من الغفلة عن ما أعده الله سبحانه وتعالى من الثواب العظيم لمن اغتنم هذه الأوقات.
اما ندخل واحنا مستعدين. احنا خلينا نقول ان شهر رمضان ده بقى كده زي الامتحان. كل واحد بيبص في ورقته واللي ذاكر كويس هو اللي بيأدي كويس. فخلينا نقول ان شهر رمضان شهر رجب وشهر شعبان هما المذاكرة اللي قبل الامتحان. الاستعداد، الواحد بيستعد كويس ويهيئ نفسه تهيئة جيدة قبل الامتحان، فلما يجي الامتحان ويتسئل فبيجاوب بسهولة وبتكون المسألة عليه أمر ميسر. عشان كده كانوا بيدعوا بالبركة أولا في رجب وفي شعبان. إذا ربنا أكرمنا بده فربنا سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان فنبقى مستعدين ونبقى متهيئين ونجاوب الإجابة النموذجية، فنخرج من الموسم ده وإحنا كلنا فائزين بنفحات الله سبحانه وتعالى وبرحمة الله سبحانه وتعالى وبمغفرة الله سبحانه وتعالى وبالعتق من النيران في هذه الأيام المباركة. أمين رب العالمين. يعني آمين. خير ختام بدعوات حضرتك الجميلة الصادقة فضيلة الشيخ أحمد المشد. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على كل هذه المعلومات الدينية القيمة، ويا رب إن شاء الله يجعل كل أعمالنا متقبلة في هذا الشهر الكريم. شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا، وكل عام وكل لحظة وحضراتكم طيبين. زي ما فضلت الشيخ أحمد المشد أشار لنا في فقرتنا إن يعني دي نفحات ببساطة شديدة ربنا بيجيبها لنا في أوقات إحنا في أمس الحاجة. مش بس بتكلم على المستوى الشخصي لكل واحد فينا في حياته، لكن بتكلم على المستوى العام ومستوى العربي تحديدا. فكل الدعوات المخلصة في هذا الشهر الكريم اللي هيبتدي بكرة إن شاء الله لأهالينا في قطاع غزة، إن يكون وش الخير يا رب عليهم بإذن الله، وهو شهر من الأشهر الحرم اللي حرم ربنا سبحانه وتعالى فيها القتال، فإن شاء الله تقف يعني هذا يقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالينا في قطاع غزة، يا رب ربنا يسلمهم إن شاء الله. فضيلة الشيخ كده كان في بيشير في البداية إن شهر رجب هو الغرس، وإن شاء الله نحصده شعبان ونحصد بإذن الله في شهر رمضان. وبمناسبة الغرس بقى، إحنا عندنا دايما فقرتنا المخصصة للأطفال، والأطفالنا هم النبتة الصغيرة اللي إحنا بنحاول كده نزرع فيهم كل القيم الجميلة. فعلشان كده بنستنى من الأسبوع للأسبوع فقرتنا مع زميلتنا حنان المطعاني، ونشوف مواهب جديدة من المواهب اللي إن شاء الله بإذن الله ربنا يكتب لهم كل التوفيق والنجاح من أطفالنا في كل ربوع مصر. خلينا نشوف المواهب الموجودة النهاردة مع زميلتنا حنان المطعاني وفقرتها المخصصة للأطفال الأسبوعية.